مجددا مشاهدينا الكرام لمتابعة وقائع استقبال موقب جنازة الوزير النائب السابق الياس كاف، وصل الآن إلى منطقة سعد نايل. كنا تابعنا قبل بعض الوقت وصول الموكب إلى تعلبية وقبلها شتورة، الآن يصل إلى منطقة سعد نايل. المشهدية هي نفسها، استقبال مهيب لكل أهالي المنطقة، إن كان بالزغاريد وبرفع الصلوات مواكبة للرحلة الأخيرة للياس كاف. وكنا أيضا نتابع ما كتب عن الراحل الكبير، قد كتب الزميل غسان حجار في النهار: لم يحتفل إلياس كاف بعيد ميلاده 67، بل قرر أن يضع حدا للألم عشية الذكرى التي مرت بذرف الدموع بدل إضاءة الشموع. هي الشموع التي أضيئت طلبا لشفائه، وهي مضاءة في الكنائس تطلب له الرحمة حيث هو اليوم، حيث لا وجع ولا حزن ولا تنهد، بل حياة لا تفنى. يطوي الياس كاف الصفحة الأخيرة في كتابه، كتاب مليء بالتفاصيل بل بالمآثر التي سجلتها عائلة سكاف في تاريخ لبنان وخصوصا في تاريخ البقاع. يغيب البيك ومعه جزء من تاريخ زحلي، عروس البقاع وعاصمة الكثلكة في الشرق. يطوي صفحة طيبة، طيبة قلبه، صفحة حب تبادلها مع أهله وناسه، كما صفحات من التحالفات السياسية أو من الخلافات. رايات العلم اللبناني والرايات الكشفية، تحية أخيرة للراحل ياس كاف. يتابع زميل غسان حجار معارك كثيرة خاضها بيت آل سكاف، تارة مع زعامات زحلية محلية، ومع المرجعية الكاثوليكية المحلية، ومنها مع أحزاب وتيارات حاولت مصادرة حرس الزحليين وقت ما كان يرى سكاف. تحالف مع تلك القوى بكرامة وعاندها، وقف في مواجهتها بكرامة أيضا، وقد خسر مقعده النيابي ثمنا لتلك المواقف. تأثر الراحل الكبير، يتابع الزميل حجار، تأثر بفكر سعيد عقل باعتبار زحلي أكبر من الأحزاب والتحالفات،
هي سيدة وحرة ومستقلة. خانه الفكر الحر وخانه خطاب السيادة، فجرفته التحالفات وأخرجته من مجلس النواب، لكنها لم تخرجه من الحياة السياسية، وظل البيك الأقوى وظل هدفا لسهام كثيرين في زحل وخارج زحل. في غياب إليس كاف يقول غسان حجار: ستتبدل الأمور كثيرة في زحل، سيتغير وجه المدينة، وسينشط كثيرون في حركتهم لمحاولة وراثته، وفي لبنان سيغيب وجه من تلك الطينة العريقة من العائلات السياسية التي بتنا على اقتناع بالحاجة إليها في هذا الزمن. لن تحزن مريم وولداها جوزيف وجبران وحدهم، وإن كانوا الأشد ألما، لكن معهم كثيرون يذرفون الدمع اليوم لغيابه. إذن مشاهدين الكرام، ما زال الموكب يشق طريقه في منطقة سعد نايل. أيضا أبى أهالي المنطقة إلا أن يحملوا الرحل الكبير على الأكف. كتب أيضا في النهار الأستاذ طوني عطلة: في يوم عيد ميلاده 67 رحل النائب والوزير السابق المهندس إليس كاف رئيس الكتلة الشعبية وهو في عز العطاء، وبرحيله تفتقد زحل مرجعيتها السياسية والوطنية الشفافة الفاعلة الصادقة العفوية الغيورة على مصالح مواطنيها. حرص إلي بيك دائما على أن يبقى قريبا من الناس، يعيش بينهم ولأجلهم كي ينعموا بحياة أفضل، وكرس حياته واهتمامه ومواقفه من أجل بلوغ ذلك. لم يكن سكاف طارئا أو دخيلا على الحياة السياسية، إنه سليل أسرة سكاف التي أعطت للوطن رجالات تميزوا بمواقفهم الوطنية وتمسكهم بالعيش المشترك والتنوع ونهج الاعتدال. إنه حفيد إليس سكاف الجد الذي مثل زحل في مجلس النواب، ونجل الزعيم البقاعي والوطني الكبير جوزيف سكاف الذي انتخب مرات عدة نائبا عن دائرة قضاء زحل.
إذا مشاهدينا الكرام على وقع النشيد الوطني اللبناني، تحية أخيرة للراحل الكبير الذي يشق طريقه في سعد نايل على أن يصل بعد دقائق قليلة إلى حوش الأمراء عند مفرق حديقة رئيس الياس الهراوي، حيث يقام له على مدخل زحلي. من بعدها الاستقبال الكبير حيث سوف يخترق الموكب بولفار زحلي وصولا إلى كاتدرائية سيدة النجاة، على أن يمر قبلها أمام دارة الكتلة الشعبية. يتابع الأستاذ طوني عطلة في مقالته في صحيفة النهار على خطى ومبادئ أسلافه، سار ليسوسكاف الابن على القيم الوطنية التي تربى عليها وتوارثها عن جده ووالده، وأثرت في تكوين شخصيته وأفكاره، فأكسبته ثقة غالية ومتبادلة بينه وبين أبناء منطقته أهالي زحلي والبقاع. كان اليسسكاف من طينة أخرى غير مألوفة في السياسة اللبنانية فكرا وممارسة، وقد تخون الكلمات في وصفها. كان ينفق على الشأن العام من حسابه الخاص، صاحب البيت الزحلي المفتوح لم يوصد بابه يوما في وجه قاصد، ما رد مطلب حق أو خيب أملا. كان يهرع لنجدة طالبي المساعدة، وبقي اليسسكاف زعيما ومنبعا للسلطة حتى بعد خسارته الانتخابات النيابية عام 2009. ونادرا ما استطاعت السلطة المركزية تجاهله، بل على العكس غالبا ما كانت تقف عند رأيه وتستجيب له، لا سيما أن الناس استمروا على تعلقهم به. لن تكون مريم سكاف وولداه جوزيف وجبران وحدهم حزانا لرحيله، لكن كثيرين سيذرفون معهم دموع الألم كلما تفاقم التدهور في كل المبادئ السياسية بشكل عام، وسيفتقدون فيه وجها عريقا من طينة عائلات سياسية يحتاج إليها لبنان. سوف نكتفي مشاهدينا بهذا القدر حتى الساعة على أن نواكب هذه التغطية بعد قليل. ابقوا معنا.